صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله 4 قرارات لسنة 2016. ونص القرار الأول رقم 51 في مادته الأولى على تعيين الشيخ خالد بن راشد بن عبد الله الخليفة مديرا في وزارة الداخلية، كما جاء في المادة الثانية من القرار بأنه يتولى وزير الداخلية تسكين المدير المذكور في المادة الأولى من هذا القرار في إحدى الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسؤوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة في من يشغلها وبمراعاة مؤهلاته وخبرته. كما نص القرار رقم 52 على تعيين مدراء في وزارة الداخلية جاء في مادته الأولى يعين السادة تالية أسمائهم مدراء في وزارة الداخلية: المقدم عبد الله علي راشد معنطر، المقدم عبد الله راشد علي الشحي، الرائد مريم محمود قاسم البردولي، الرائد حسن جاسم محمد حسن. كما نصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى وزير الداخلية تسكين الوزراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار في الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسؤوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة في من يشغلها وبمراعاة مؤهلاتهم وخبرة كل منهم. وجاء في القرار رقم 53 في مادته الأولى بتعيين مديرين في محافظة المحرق، وهما السيد هشام محمود خالد شريدة مديرا لإدارة الخدمات الهندسية والاستثمار، السيد محمد علي حسن بوتشيري مديرا لإدارة المعلومات والمتابعة. كما نص القرار رقم 54 على تعيين السيد عيسى إبراهيم مندي مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية بالمنسقية العامة للمحافظة بوزارة الداخلية.